أخي محمود، السؤال عن التطبيع أيضا، السؤال هو خطوة التطبيع بين المغرب وإسرائيل إلى أي حد هي كما قال رومل تبدو أخطر مما تبدو عليه؟ الحقيقة بداية هي هذه خطوة مدانة بطبيعة الحال، لأن التطبيع عمليا تستخدمه الأنظمة الآن لتعزيز شرعيتها والحفاظ على وجودها. مع الأسف لا أعتقد بأن القرار، قرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالصحراء الغربية الآن بأنها أراضي مغربية سيغير من الواقع الحال، لأن الخلاف خلاف سياسي وخلاف أمني بين مع الأسف مع السكان عدة أطراف يعني لم يكن هناك اتفاق، ولم يكن هناك اتفاق داخلي بين الأطراف المختلفة على استقلال الصحراء من عدمها، وبالتالي فإن المشكلة لن تحل. يعني بالتالي أعتقد بأن ما يتم الحديث عنه بأن التطبيع كان ثمنه اعتراف أمريكا يعني مغربية الصحراء، بالتالي هذه ذريعة. العلاقة المغرب مع الاحتلال الإسرائيلي قديمة كما تفضل الضيف الكريم، وهذا يعني عبارة إخراجها للعنى الآن الحقيقة طعنة للشعب الفلسطيني ونضالات الشعب الفلسطيني وتعزيز لمسار التطبيع بالمنطقة العربية، وهذا أمر خطير يهدد الأمن العربي بالدرجة الأولى، ويعني يقوض يعني حق الشعب الفلسطيني ويساند الاحتلال بالوقت الذي يعني كما نرى إسرائيل تتعنت. يعني إسرائيل تواجه كل هذه خطوات التطبيع، لا تقدم للعرب شيء، تقدم للعرب مزيد من الاستيطان، مزيد من القتل والتهويد. القبضة في فلسطين اشتدت. أنا بدي أسألك، أنه ملك المغرب اتصل بالرئيس محمود عباس وقال له أنه الالتزام المغرب بالقضية الفلسطينية مستمر والصمت الفلسطيني على خطوة التطبيع المغربية، بدي أخذ رأيك إذا سمحت في هذه النقاط تحديدا. لكن الآن نعود في الأخير، السؤال المهم أنه إلى أي حد، وهو اللي يجب أن يكون دائما أمر اليوم أمامنا كفلسطينيين، كيف يجب أن نكون رافعة، أو على الأقل أنه نكون بقدر طموحات وأمال الشعوب العربية اللي هي فعلا ضد التطبيع، كيف تكون المواقف الفلسطينية مشجعة لي اللي هم في كل الأحوال يمضوا في مواجهة التطبيع، لكن إلى أي حد تكون مشجع أكثر للنشطاء وللناس العاديين؟ أولا يعني مع الأسف لا نستطيع أن نعول على موقف السلطة الرسمي، لأن هذه السلطة مرتهنة للاحتلال. هذه مسألة. المسألة الثانية، علينا أن نميز بين الأنظمة والشعوب كما تفضل الضيف الكريم، وأن نتوقف عن مهاجمة. للأسف عندما تطبع دولة من الدول ينتشر أحيانا على مواقع التواصل الاجتماعي هجوم على مواطني هذه الدول، ما علاقة المواطن العادي الذي لا تمثله هذه الحكومة أو هذه السلطة، وهي سلطة مغتصبة لإرادته أصلا حتى نحمله مسؤولية التطبيع. بالتالي علينا يعني أن نميز بين الشعوب والأنظمة. ثانيا علينا أن نظهر كفلسطين موحدين ضد التطبيع. يعني لا، يعني لا ينبغي لأي فصيل فلسطيني، يعني موقف السلطة مخزي الحقيقة ومؤسف، لكن علينا أن نظهر كفلسطين موحدين ضد قضية التطبيع بالدرجة الأولى، وبنفس الوقت أن نتوحد على برنامج مواجهة هذا الاحتلال، رفض الاستيطان، حتى رفض يعني زين. غير مقبول الآن الجلوس مع الاحتلال والتنسيق الأمني، هذه الصورة يجب أن يرفضها الشعب الفلسطيني حتى نستطيع الآن أن نرفع الصوت عاليا في وجه كل من يطبع من هذه الأنظمة غير الشرعية الحقيقة. النقطة اللي طرحتها خلال النقاش أنه تم استخدام الحوارات الفلسطينية والمصالحة والوحدة الوطنية في البازار لتحسين موقف السلطة، كيف الآن ممكن الذهاب أو إحياء العملية بشكل مختلف؟ يعني شو الخطوات لكي يكون الفلسطينيون ضد التطبيع، ضد الاستيطان، ضد التهويد، ولكي يكون الموقف الفلسطيني مشجع للعرب للمضي قدما ضد التطبيع أيضا؟ الحقيقة يعني المطلوب دائما أن يكون هناك قنوات الحوار مفتوحة بين الفلسطينيين بغض النظر عن الخلاف بالبرنامج السياسي، لكن الآن قيادة السلطة مع الأسف لم تترك فرصة، هي ضيعت كل الفرص على الشعب الفلسطيني. هذه كانت أفضل فرصة بنهاية مرحلة ترامب لتتحلل من كل عملية السلام وتنهي كل مشروع أوسلو والمفاوضات العبثية التي ضيعت من عمر الشعب الفلسطيني سنوات طويلة. يجب أن نتوحد خلف برنامج واحد، برنامج يرفض الاحتلال، يرفض الاستيطان، يرفض وجود هذا الاحتلال على الأرض الفلسطينية، و يعني قضية التنسيق الأمني، الأسرى، القدس، اللاجئين، يجب أن نتوحد خلف هذه القضايا وحتى نظهر بصورة موحدة أمام الشعوب العربية الأخرى ونعزز موقفها أمام الأنظمة التي هي كما قلنا هي لا تمثل إرادة الشعوب، وبالتالي هي أنظمة فاقدة للشرعية ومضطرة إلى أن تتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي وأن تعزز شرعيتها ووجودها من خلال عملية التطبيع. يعني للأسف هناك
يعني الحديث متشعب، لكن الفكرة الأساس أنه مهمة ملقاة على عاتق الفلسطينيين ومهمة ملقاة على عاتق العرب اللي ما زالت القضية الفلسطينية تعيش في وجدانهم. الناشط الكاتب المحلل السياسي محمود زغموط، أهلا وسهلا فيك، كنت ضيف عزيز معنا مثل العادة طبعا.